اوكي يا طول، وصفة ستيك توماهاوك على الطريقة الابرازية مثل ما تشوفون. ستيك توماهاوك عملاق، نفتحه. نعم، هذا توماهاوك الشهير، واليوم راح اسويه سبيشل بطريقة ابرازية احترافية. هبو، طلع انطلع انطلع انطلع، شوفوا لي شوفوا لي اش كبره. هبو ابو مايكل، والدسوم البي والزيوت. مستعدين؟ هوبو، خليه هنا. اوكي، يوم العظمة ما اريدها اليوم، اليوم غير شكل اليوم. ممتاز، ويا شلون لحمة تخينة. اوكي، غسلت وجيت طبعا، وغسلت هاي السكينة مالتنا، وبدأت تطلع روائح الستيك. اوووو، شوفوا ليها شوفوا ليها، بدت تطلع روائح. هذا التوماهاوك الاصلي يا ناس. اوكي، مثل ما تشوفون ستيكنا شلون تحمص بهاي الكيفية. وهسه نجي للخطوة الثانية. نعم، صدق كذب يا امير روز جاي يسوي اليوم، شلكم علاقة بس شوي اصطبروا لي. نعم، قصة بعد ما مستوي يا امير روز. ندري انطوني صبر. هو هذا على مودكم، انا سويت هالشكل اليوم، هاي الكيفية. شوفوا لي الشرائح بس انتو، شوفوا الشرائح. بعدنا ترى. اوه، هاي كلها جلده مثل ما جاي تشوفوها، بس هاي بيها شحمه هنا، ناخذها هاي نشوفها بعدين تنوكي. لا نعم، مثل ما تشوفون قصقصنا ستيكنا بالكامل بهاي الكيفيه. ممتاز. شنو الخطوات القادمه؟ الخطوة القادمة تشغل شوايتك. هنا عندنا خضار، عندنا طماطة ننزل، عندنا بصل، ثوم وبصل أخضر هالشكل تنزل عليه، نزل خضارك. وعندنا كرفس، الكرفس بعدين يعني قريب تريد تستوي الطبخة تنزله، يعني يستوي بسرعة. جيد. شو عندنا بعد؟ شوية زي زيتون حاليا، لأن يعني ما أريد أخلي هواي يظل يطفر، بعدين أضيف زي زيتون. نضيف هنا عندنا بابريكا مدخنة، مثل ما جاي تشوفون هاي البابريكا المدخنة بها طعم فحم. نضيف لك هيك كمية لا بأس بها من البابريكا. ممتاز. وهنا عندنا خلطة ستيك، طبعا ستيك وندر، بها ملح، فلفل أسود، ما فاتح القبق. ملح، فلفل أسود، نعم هذا الملح مثل ما جاي تشوفون، ملح بحري بيها، وهواي أمور وتوابل خاصة بالستيكات درجة أولى. ياه، نقلب غراضك بشكل، تقلبهن ظلت أقلبها. اوبا، شنو الروائح يا ناس، الطوعك شنو صارت. بعدها طولنا مجعل شوي، المزيد من التوابل والاملاح والترتيبات يا ناس. شوفوا لي اوبا، مكونات تاريخية ما تقبل غلط يا ناس. نسويها هالشكل هالمرة ستيك توماهاوك، مو على الطريقة التقليدية كل مرة شوي وما ادري شنو. لا، هالمرة نريد سوي طريقة الحميسة. هنا عندنا هاي ما عجبتني كبيرة، خلوني اقطعها شوي. اوكي، قطعناها بهاي الكيفية. ممتاز، نرشلها شوي زي الزيتون بهاي الكيفية. اوه، نقعني. واو، ونعم، دبس رمال شوية، حموضة وترتيبات خلي عليها ويعطيك القوام المضبوط. وباربيكيو صوص ترش شوي. يس، شوية معجون. نعم، هاي صلصاتنا اليوم، شوية معجنة هالشكل. هبولك شو صار، معجون طماطم. ياه، وتخلط يا حبيبي، تخلط وتقلب وتسوي شكل. خلي المعجون المكونات تتجانس ببعض. يا شوفوا لي يا زيت الزيتون، شنو صار هذا، شنو صرت انت يا توماهاوك، يا حبيبنا يا توماهاوك انت. شوفوا البصل شلون تكرمل، الطماطم بزيت الزيتون.
والروائح التاريخية اللي ما أسولف لكم عنها شنو يا أبطال، وهي التوابل وريحة البابريكا المدخنة، ونضيف بعد شوي بابريكا مدخنة، يا حميسة مدخنة الريد. أوكي خلونا نضيف الكرافويس هسه، كرافويس أوراق كبيرة وعادي إذا أوراق صغيرة، لأن صراحة هنا الكرافويس مالهم كله كبار. ما الطبخ يعني مضبوط. أوه يلا ونختمها برشة سمسم. لا لا هواي هواي هذا. هذا السمسم الشكل ذب عليه، هاي رشة واحدة تطبخها تحمصها، ورشة ثانية بعدين من يستوي تنطيه شكل يعني، يعني هذا هسه شوفه راح يختفي يتحمص يصير بلون اللحم بلون الهاي ما يبين. بعدين بنصبه بصحن التقديم، هم اذا تريد ترش له شوي سمسم. سمعوا لي الصوت يا ابطال، وشوفوا لي هنا زيت الزيتون والزيوت نرجعها. يا وخلونا نخليها بصحن التقديم. شوفوا وياها شوفوا وياها شلونكم بيها، شلونكم شلونكم يا الربوع. تفضل يلا. رش السمسم، واو شوفوا لي يا شلون صار. هوبا يا تفضلوا يلا نجربه وياكم. الجو ممطر برا، اذا جاي تسمعون الصوت يلا نبدي بسم الله ونجرب الوصفه البروزيه. لحد يسولف لي الطعم شنو، لا حد يسألني. شنو هاي الحميسة الرهيبة يا ناس؟ اه اللحم شلون مستوي ومتغلغل بيه صلصة الطماطم والمكونات والبصل المكرمل، شنو من أكلة؟ صراحة فشي رهيب. واو تستحق التجربة، جربوها جربوا ستيكم بهاي المكونات وشوفوا شلون يصير. شلون تقطع بيه باقل عضة ينقطع، شنو الطراوة شنو التتبيلة. شوفوا لي هاي الصابونة الحارة، شوفوا لي شو نخلي بيها، توماهوكاية عملاقة بهاي الكيفية شكل. اوبا تتحس هدا حس، نعم والباربيكيو صوص. يلا تفضلوا. الطعم الرهيب يا ناس. شغل صحيح. بصل الكولا هذا نصب لنا. اوبا يلا
والاستمر. نستمتع صراحة. هو هاي الشحمة هنا مثل الجلي صايرة. نعضها. جيلي بالك جاي تاكل جيلي مو شحمه. لا لا ستيك توما هاك بعد بعد كله بهاي الطريقة. واو شنو من نوعية أبقار هاي التوماهاوك؟ هيك تصير طرية. واو خلونا ناكل هيك شوي شوي. اللي عليها هاي الحميسة البصل والترتيبات والطماطة والكرفس.
اوبا نفتحها تبرد هاي النودلز. بيف فليفر كله بيف اليوم. وينها الفكرة؟ نخبطها وياها بعدين. هاي غضروفة بها. شحمة جلاتين. هاي الغضروف اللي قصيناها من الساعة قلنا هاي رهيبة رهيبة. الثوم عندي حساسية منها طبعا جبته بس تشيط طعم. حارة شباردها. يلا ستيك ونودلز بيف. اوه مم.
حر حر رهيبة. سبايسي شوية، بيها طعم بيف كلش قوي. ممتازة. السوق مالها رهيب. حارة بس حارة، حتى سبايسي شوي وحارة من الماي. اوكي راح استمر انا احتسي هذا الماي الباقي مالها واستمتع بما تبقى من هاي النودلز الكوري. حارة رهيب رهيب السوق مالها. شكرا على المشاهده.